ما جماعة التبليغ ما يصرحون بهذا، لكنه واقعهم، لا يتبنون رأيا في العقيدة، كما أنهم من باب أولى لا يتبنون رأيا في الفقه. إذا تركهم الفقهيات لأنها تفرق، أنا أقولها صراحة هذا عذر أقبح من ذنب. لماذا؟ لأنه أولا لا يعبر عن السبب الحقيقي، ولأنه ثانيا لا بد من التفريق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وبخاصة ما كان من ذلك متعلقا بالعقيدة.